أخبار يسمع عن الله عز وجل، عن ربوبيته، عن ألوهيته، عن أسماء وصفاته، عن أمره ونهيه، عن ما يحب وما يبغض وما يرضيه وما يسخطه، وما له من صفات الكمال والجلال. كل ذلك يسمى اعتقاد، أخبار تسمعها فتعقد عليها في قلبك. العقيدة من العقدة، فلأن يجزم الإنسان بقلبه يعقد عليه يسمى عقيدة. كذلك أصل الإيمان والاعتقاد هو الإيمان بالله عز وجل، هذا هو الأصل الأول، ويتفرع عنه الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. فأيضا نؤمن من جانب النظر إن لله ملائكة خلقهم، نؤمن بما له من الأسماء مما علم من أسماء، ونؤمن بصفات مما علم من صفاتهم الخلقية والخلقية، ونؤمن بما علم عنهم مثلا من وظائفهم الكثيرة المعلومة. كذلك من بالله وملائكته وكتبه، الكتب التي أنزل الله عز وجل وهي كلام الله تبارك وتعالى، وعلى من نزلت، نؤمن باسم من علم منها اسمه، وعلى من نزلت من رسول الله تبارك وتعالى. كذلك نؤمن بالرسل، هم بشر رجال اختارهم الله عز وجل وجعلهم واسطة تبليغ بين الله عز وبين عباده، يبلغون كلام الله عز وجل وأحكامه وأمره ونهيه وما يحب وما يسخطه. فالإيمان بالرسل أيضا نؤمن باسم ما علمنا منه اسمه، ونؤمن يعني إلى من أرسلوا، وهذا أيضا من الإيمان من الاعتقاد. كذلك الإيمان بملائكة وكتب ورسله، والإيمان باليوم الآخر وهو ذاك اليوم العظيم الذي هو أعظم يوم خلقه الله عز وجل، وهو أطول يوم، كان مقداره 50,000 سنة وما بعده. فحتى علامات الساعة، علامات يوم القيامة، هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر أيضا، هذا جانب نظري اعتقاد يسمعه المسلم فيصدقه ويؤمن به، من علامات الصغرى والكبرى وما سبق ذلك من يعني أحوال الموت وعذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر والبعث من القبور والحشر والشفاعة العظمى والشفاعات والحساب والصحف والميزان والحوض والصراط والجنة والنار ورؤية الله عز وجل، كل هذا أيضا داخل في الجانب النظر الاعتقادي. كذلك الإيمان بالقدر، وهو من الإيمان بالله عز وجل، حتى إذا قال بعض العلم أصول الإيمان 5 وبعضهم يقول 6، كيف؟ بعضهم يعتبر أن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، فعلى هذا يكون الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه الأصول. والإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، وذاك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم كرر من باب التوكيد وقال: وتؤمن بالقدر. لما قال وتؤمن بالقدر، هذا دليل على أن القدر هو من الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بعلم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء، وأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، وأن الله له مشيئة نافذة سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خلق كل شيء بمشيئته، فما من مخلوق إلا والله خالقه بمشيئته، حتى أنه خلق الخير والشر، وخلق ما يحب وما لا يحب، كل شيء مخلوق فالله خالقه، والله خالق كل شيء، والله كتب مقادير كل شيء، والله شاء أن يخلق الخلق فخلقهم سبحانه وتعالى، الله هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا الجانب النظري يسمى الاعتقاد.